السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم رمضانيات. احنا اليوم متواجدين في سوق الميناء، وهذا السوق في ميناء الدوحة بعد التجديد. طبعا هذا السوق هناك كثير من المعروضات مثل الأسواق الرمضانية الليلية. نتمناه يكون سوق عامر بالزوار من خلال برنامج رمضانيات. دعوة أيضا لكم لزيارة هذا السوق، حياكم معي. أعزائي المشاهدين، في سوق الميناء هناك شخصيات مؤثرة دائما، يمكن مثل شخصية الجدة والجد. اليوم معانا أم عبد الله تمثل هذه الشخصية بالملابس التراثية الشعبية القطرية القديمة. أم عبد الله، رمضان عليك مبارك في البداية، قولي لي عن مشاركتك في سوق الميناء السنة. علينا وعليك تبارك وعلى جميع مشاهدين تلفزيون قطر. أنا مشاركتي في سوق الميناء مشاركة أم عبد الله في مجلسي. عندي مجلس، أقعد في المجلس أقهوي الناس، حياهم الله. عندي في المجلس ليبي يسمع حزاوي، يسمع أمثال شعبية، يسمع قصص. إي عندي في مجلس سوق الميناء كل نهاية أسبوع إن شاء الله. يعني كل يوم خميس؟ يعني كل على حسب التايم اللي عندي، وتدريب عندي مشغل انا. يعني زين ام عبد الله، هذه الملابس التقليديه اليوم اصبحنا ما نشوفها، يعني على ارض الواقع ما نشوفها الا في المناسبات. ليش اختفت؟ يعني اختفت مع امهاتنا او تطوروا امهاتنا في الملابس الحديثه؟ شوف، يعني انا اقول لك، يعني يمكن احنا عندنا في قطر تحديدا احنا نحاول نحافظ على الموروث الشعبي، نحاول نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا من خلال مثل هالفعاليات. يعني احنا من رمضان نبتدي نجهز نفسنا حق رمضان، من الدرعات، من الذهب وغيره، نحتفل بنص رمضان في القرنقعو، وقبلها نحتفل بالنافله، نلبس هالاشياء. بالعكس، يعني ما اندثرت هالاشياء، هي اللي تحيي ملابسنا الشعبيه وتعرف الناس بموروثنا الشعبي، بعاداتنا وتقاليدنا، وايضا تزرع في نفوس عيالنا وعيال عيالنا، تزرع في نفوسهم هذه ان احنا كنا لحد الان محتفظين بلبسنا وبزينا الشعبي. نعم، يعني الاول يمكن الاوليين ابهاتنا وجدودنا الله يرحمهم اللي راح منهم ويطول اعمار الباقيين، الرجال يمكن كان لباسه الثوب والقطره فقط، لكن المراه كان لها اكثر من لباس. مثلا نقدر نقول الان الملابس اللي انت لابستها تحتوي على ايش بالضبط، او تتمثل في ايش؟ طبعاً أنا لابسة عبات راس، ولابسة تحتها دراعة، ولابسة الملفع النقدة، والبطولة اللي أمهاتنا ويداتنا كانوا يلبسونها. نعم. هذه تعتبر من اللبس الأول وهل قبل يعني. نعم. عندنا طبعاً يختلف لبس البدو عن لبس الحضر، حتى لبس نفس الحضر يختلف أيضاً بينهم وبين بعضهم. نعم. أنت تنقلين هذا التراث وهذه الملابس لجيل اليوم يتابعنا، إيش تبين تقولين له؟ الحفاظ على هذه الهوية ضروري. طبعاً أكيد، يعني الحفاظ على هويتنا وحفاظ على موروثنا الشعبي وعلى عاداتنا وتقاليدنا لازم نحن نحافظ عليه ونتمسك فيه ونزرعه في نفوس عيالنا، لأن هالشيء اللي بيبقى لهم. كل شيء بيروح وبيولي إلا العادات والتقاليد والموروث الشعبي، هي اللي بتتم محافظتنا على احتشامنا ولبسنا، هي اللي بتتم حق الأجيال، وهي اللي بترسم وتبين لهم شخصية هالقطر شلون اللي محافظين على هالأشياء اللي عندهم. نعم عبد الله، أنا أشكرك جزيل الشكر، والله يطول في عمرك ويطول في أعمار أمهاتنا أيضا الموجودين من كبار السن اللي اليوم لهم بركة ووجودهم حتى يعني في رمضان وعلى سفرة رمضان له أثر كبير في غرس أشياء طيبة في أبنائنا وبناتنا. طبعاً هم الخير والبركة، هم دائماً اللي نأخذ منهم العبر والحكم، ونأخذ منهم أيضاً نستفيد من دروسهم، لأنهم عاصرة ويمكن حياة صعبة، هالحياة الصعبة هي اللي أسستهم وهي اللي خلتهم فعلاً يربون جيل ينهض في دولته الحبيبة قطر. نعم، بارك الله فيك أم عبد الله، موفقة إن شاء الله. وأيضاً دعوة من برنامج رمضانيات في نهاية كل أسبوع أم عبد الله تكون موجودة أيضاً تجيب على استفساراتكم، على أسئلتكم عن الماضي، عن أبهاتنا، عن أمهاتنا، عن جدودنا الله يرحمهم جميع ويطول أعمار الباقي منهم. متواصلين معاكم في سوق الميناء، خلونا نشوف المعروضات وأيضا السوق بشكل عام. يسعدنا
يسعدني في هذه اللحظات ألتقي مع أختنا نجلاء الشافعي ونتعرف على طبيعة هذه الفعالية وهذه الليالي الرمضانية. حياك الله أختي نجلاء. في البداية طبعا نجلاء الشافعي، أنا ودي مسماك. رئيس التنفيذي لشركة VQ Events لتنظيم المعارض والفعاليات. نعم، قولي لي عن معرض أو سوق المينا هذا العام، يعني بعد الافتتاح وبعد هذه التجديدات الجميلة وأصبح اليوم المكان جذاب للكل، عرضتي أو فكرتي تسوين فيه سوق المينا؟ طبعاً سوق المينا اليوم تحت إدارة وإشراف ميناء الدوحة القديم وتنظيم شركتنا. حبينا نسوي هذه الفعالية عشان تكون نقطة جد للسواح اللي زايريننا قطر في هذه الفترة، وأيضاً للجمهور القطري والجنسيات الثانية اللي موجودين على أرض هذا الوطن. هذا المشروع سوق المينا يتضمن مجموعة من المشاريع الشبابية القطرية المتنوعة اللي تناسب جميع أفراد العائلة، فهذا المكان راح إن شاء الله يجذب فئة كبيرة من المجتمع، راح يلقون في أشياء وايد تناسبهم حق ليالي القرقاعون، حق ليالي رمضانية، حق الغبقات، تناسب السيدات والشباب في نفس الوقت، ومجموعة من الشركات المعروفة أيضا في مجال العطور. نعم، أيضا المعروضات، يعني لاحظنا هناك ملابس، هناك قطع تراثية أو قديمة، لاحظنا أيضا بعض المأكولات الموجودة، يعني هذا يضيف لهذا السوق في هذا الشهر الكريم. أكيد طبعا، لأن الجمهور إحنا اللي حابين يزور سوق المينا حابين إنه يقضي أكبر وقت ممكن معانا، عشان كذي إحنا أضفنا مجموعة من المطاعم والكافيهات اللي تضم تحت مظلة سوق المينا. نعم نجلة، كم عدد المشاركين وياك؟ أنا أشوف محلات كثيرة صح؟ تقريبا 80 شركة مشاركة معانا. 80 شركة ومتنوعة في عرض المعروضات. منتجات إيه؟ نعم، من نعم. ملابس، من إكسسوارات، من عطور وإلى آخره. نعم أستاذة نجلة الشافعي، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق في هذا السوق وفي القادم من أعمالكم دائما. شكرا لتلفزيون قطر، الداعم الأول لنا دائما. شكرا، بارك الله فيك. إذن أعزائي المشاهدين، خلونا نشوف هذا السوق، سوق المينا. فعلا هناك ترتيبات جميلة جدا، وأعتقد أن يعني كثير من الأشياء الموجودة تحت سقف واحد يمكن يحتاجها المواطن والمقيم. تعالوا السوق لا يفوتكم. خلونا نتعرف من خلال تواجدنا عند أبو عبد الله في هذا المحل عن مشاركته. أبو عبد الله، رمضان عليك مبارك في البداية، قل لي عن مشاركتك في سوق المينا. أهلاً عليك وتبارك إن شاء الله على جميع المسلمين. إحنا مشاركتنا في سوق المينا هي أول مشاركة طبعاً، هي المعرض، أول معرض لصرف سوق المينا، وكلموني الجماعة فاقترحوا علي أن نشارك، فأنا قبل كنت مشارك في درب الساعي، وفي العام كان في رمضان بعد في معرض في كتارة، فكلموني ووافقنا، قلنا نجرب نشوف شو المينا، خاصة المينا جديد والعالم يعني أجواء حلوة هني في المينا، يعني أجواء رمضانية. نعم، شو عندك في المحل أبو عبد الله هني؟ والله عندنا جميع أنواع العود، في النوع المسقى، وفي الأنواع الطبيعية اللي ما فيها أي شيء، فيها أنواع هندية وفي إندونيسية وفي ماليزية، وفي يعني مشكلة من كذا. المطلوب أكثر عند هالقطار ومقيمين قطار؟ والله المطلوب أكثر شيء هو النوع الهندي، معروف من زمان الهندي السيوفي والزورة طبعا، حق بعد الماروكي خاصة، حق المجالس، حق الأعراس المناسبات هذه، وغير كذي فيه الحريم أكثر شيء يحبون الأعواد اللي فيها يعني سويتية وتكون مايلة للزعفرانية، فهذه الأنواع اللي أكثر شيء يعني عليها الطلب في قطر. نعم، دخلنا خلنا نشوف أيضا يعني أي قطعة عود، دائما العود متواجد في المناسبات، في رمضان، في الأعياد، في الأعراس، يعني اليوم العود ما له غنى في قطر في الميالس، ودائما يقولون ما بعد العود اقعود، يعني يطيبك أكيد، وهذه المرحلة الأخيرة في المجلس أو قبل ما تغادر المكان اللي أنت فيه. هذا أي نوع أبو عبد الله؟ هذا نوع من مملكة بوتان، اسم العود بوتان، زوايا بوتان من مملكة بوتان. نعم. من الأنواع اللي يعني عرفوها الناس يعني مؤخراً، يعني قبل ما كانت معروفة. نعم. من خلال خبرتك للعود الآن، يمكن كثير من المشاهدين يتساءلون، كثير يقول لك لا تأخذ العود إلا من خلال خبرة.
من خلال خبرتك العود الزين شنو او مكوناته او شكله؟ العود والله هو ما له شكل معين، هو على حسب ثقتك انت بالتاجر. اذا كنت انت واثق في التاجر اللي تاخذ منه وتعرف العود، طبعا كل سنه بتاخذ من عنده او كل بين فتره وفتره بتاخذ من عنده. مشكله الفتره الاخيره طلعت وايد اعواد يعني تنغش فيها، ما يكون مثلا احنا ما نبي نقول اصلي ومبصلي، هي درجات العواد، في مثلا في اشياء فيها نسبه خشب، في اشياء مثلا تكون لا ما فيها يعني تكون منظفه عدل طالع منها الخشب، فهذه تغلى شويه اسعارها خاصه الفتره الاخيره. لكن في درجات كلها متوفره، يعني من الدرجه من اقل شيء اللي هو الاستخدام اليومي الى اعلى شيء اللي هو الاستخدام المناسبات، وحتى في ناس تقتني اعواد، فالناس تاخذ على حسب احتياجها يعني. نعم عبد الله، نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك التوفيق في هذا السوق، سوق المينا، ونتمنى لك التوفيق ايضا في القادم من مشاريعك. الله يرحم والدك، ان شاء الله احنا موجودين، والله يبارك فيكم، ما قصرت على المقابله الحلوه. شكرا لك يا ابو عبد الله. مثل ما شفنا في هذا المكان، هذا محل من المحلات، اكثر من 80 شركه تعرض اليوم في سوق المينا، وهناك تنوع في المعروضات، وايضا دعوه من برنامج رمضانيات لزياره سوق المينا في الفتره المسائيه، ممتد حتى طوال شهر رمضان المبارك. في سوق المينا في شهر رمضان المبارك تتنوع البضاعة والمحلات أيضا، هناك من يخص أو ما يخص الأمهات، وهناك من يخص الآباء، هناك للرجال والنساء والأطفال والشباب أيضا. إذن سوق المينا يحتوي على كثير من المعروضات اللي تناسب الجميع. خلونا نشوف واحد من المحلات المشاركة في هذا السوق. حياك الله أختي الكريمة. أهلا وسهلا بكم. أتعرف عليك. خلود، شركة لافندرا سلطانة للتجارة في العطور والعبايد. نعم خلود، كلمينا عن مشاركتكم في هذا السوق، سوق المينا في شهر رمضان المبارك. طبعا احنا يعني بنحب نشارك في اي حاجة بتكون يعني عشان ننتشر فيها، ولما سمعنا عن كمان الأستاذة نجلاء غنية عن التعريف ما شاء الله، حبينا على طول ان احنا ما نتأخرش وتوكلنا على الله. كل الناس متعاونة وكل الناس ما شاء الله، ان المكان كمان جديد والمكان حلو، وانا برشح لكم ان المكان كله يجي يشوفه ويستانس. ومبارك عليكم الشهر. نعم معروضاتكم انا اشوف من الملابس مزيج بين الماضي والحاضر. بالضبط، لان احنا في كل اللبس دلوقتي بنبص على الديزاينات القديمة وندخل منها ميكس حاليا. نعم بس ايضا عندكم عطورات. عندنا عطورات وعندنا بخورات ومعطرات براند محلي ميكس. ميكس. أيوة. شكرا استاذة خلود، نتمنى لكم التوفيق. الله يسعد قلبك يا رب، ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليك، شكرا جزيلا. اذا مثل ما شفنا تنوع البضاعة ايضا وتعددها في هذا المكان، مكان يعني اجواء جميلة، مناسب للعائلة، مناسب لل طبعا اللي راح يزورون هذه الاماكن في الليل، وما زالت الاجواء شتوية جميلة في بلادنا الحبيبة قطر. مشاهدينا الكرام، هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى تكون حلقة خفيفة وحازت على رضاكم. انتظرونا في نفس الموعد بكرة بإذن الله، ورمضان كريم على الجميع.